تحاصر أوكرانيا من البر والبحر والجو. منصات فرط صوتية هي الأخطر في فئتها، ومجنزرات بقذائف نووية متنقلة سريعة وصغيرة وفتاكة استخدمها الجيش الروسي بدون رؤوسها النووية، وعجزت الدفاعات الأوكرانية عن ردعها. واليوم يأمر بوتين جيشه بإعادة الرؤوس النووية لأخطر أسلحته التي تهدد أوروبا بأكملها. في هذا الفيديو عزيزي المشاهد، نستعرض لك تفاصيل التحرك القاتل لرؤوس بوتين النووية التي تحاصر أوكرانيا وحلفائها. المجزرة النووية. على الرغم من أن معظم التقديرات العسكرية الأمريكية المعلنة تشير بوضوح إلى عدم وجود مؤشرات واضحة على نيات موسكو لاستخدام السلاح النووي في أوكرانيا، ولكن في نظرة فاحصة إلى الجانب التسليحي من المواجهة الجارية حالياً في أوكرانيا، سنجد أن احتمالات حدوث هذا أصبحت موجودة بقوة، لكن بصورة مختلفة عما تم الترويج له سابقاً من جانب العواصم الغربية. أرسلت موسكو عدة مرات خلال العام الجاري إشارات تتعلق بالسلاح النووي، لم يكن بعضها مستجداً، لكن كان لافتاً أن هذه الإشارات كانت متتالية ومركزة، وتضمنت عدداً من التصريحات التي لوحت بشكل شبه صريح إلى إمكانية استخدام السلاح النووي، بداية من تصريحات الرئيس الروسي خلال لقائه الرئيس الفرنسي أوائل شباط فبراير الماضي، حيث قال نصاً: بالطبع لا يمكننا مقارنة القدرات العسكرية الروسية مع قدرات دول الناتو مجتمعة، لكننا نفهم أن روسيا قوة نووية تتجاوز الباقين، ولن يكون لديكم حتى الوقت للرد علينا. تلا ذلك تصريح تفعيل موسكو أواخر الشهر نفسه حالة الجاهزية القصوى لقوة الردع النووية الخاصة بها، وهي القوة التي تفاخر بها لاحقاً المدير العام لوكالة الفضاء الروسية روسكوزوموس ديمتري روجوزين، الذي تحدث عن إمكانية استخدام السلاح النووي لإلحاق أضرار جسيمة بدول حلف الناتو خلال نصف ساعة فقط. لم تكتفي موسكو بهذه التصريحات، بل قامت طائراتها الحربية في أوائل آذار مارس الماضي بالتحليق نحو جزيرة جوتلاند السويدية، التي تعتبر مركزاً أساسياً يطمح حلف الناتو إلى استغلاله لمراقبة تحركات موسكو في بحر البلطيق في ظل رغبة السويد في الانضمام إلى الحلف. ورغم أن مثل هذه التحليقات تعتبر معتادة، إذ دأبت الطائرات الروسية على الإقلاع من إقليم كالينغراد بشكل دوري لاختبار مدى جاهزية الوحدات الجوية التابعة واستجابتها لحلف الناتو والسويد وفنلندا، فإن هذا التحليق كان لافتاً للغاية، إذ اكتشفت السلطات السويدية نهاية الشهر نفسه أن هذا التشكيل الذي تكون من مقاتلتين من نوع سوخوي 27 وقاذفتين من نوع سوخوي 24 كان يتضمن ذخائر نووية حملتها القاذفتان الأخيرتان. وصل الأمر إلى حد تناول الإعلام الروسي سيناريوهات تعرض المدن الأوروبية الرئيسية للضربات النووية، وعرض رسوم بيانية عن المسار المتوقع ومدى التحليق اللازمة لوصول الصواريخ النووية إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا في حالة إطلاقها من إقليم كالينغراد. وقد أشارت هذه الرسوم إلى أن الحيز الزمني المتوقع لوصول هذه الصواريخ إلى أهدافها لا يزيد على 200 ثانية فقط. أذرع بوتين النووية. بطبيعة الحال يبدو مستبعداً لجوء موسكو إلى استخدام قدراتها النووية الاستراتيجية ذات القدرة التدميرية العالية، لكن التلميحات الروسية الأخيرة حول السلاح النووي تجعل احتمال استخدام هذا السلاح بشكل تكتيكي محدود مطروحاً على طاولة الخيارات التسليحية المتوفرة لدى موسكو في هذه المرحلة، وخصوصاً أن أحد أهم المسارات البحثية التي سلكتها موسكو في عمليات تحديث ترسانتها العسكرية كان اللجوء إلى تطوير قدرات صاروخية تكتيكية تعمل بمحركات نووية. هذا الأمر اتضح بشكل زمني بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية في تموز يوليو 2018 عن 5 أنواع جديدة من الأسلحة، من بينها 3 أنواع ذات طبيعة نووية، هي الصاروخ العابر للقارات سارمات، والتوربيدو النووي بوسايدون، وصواريخ كينزال الجوية. اللافت بعد هذا الإعلان بشهر واحد أن الشمال الروسي شهد حادثاً إشاعياً يتضح أنه طرأ خلال تجربة على محرك صاروخي يعمل بالنظائر المشعة،
هذا التوجه كان مقدمة لما يمكن أن نعتبره تلاشي كامل للمسافة التي كانت موجودة سابقاً بين الأسلحة النووية والأسلحة التكتيكية، إذ لم يعد السلاح النووي بالضرورة ذا تدمير شامل أو ذا حجم كبير. تمتلك موسكو بحسب أحدث التقديرات نحو 4477 رأساً نووياً، منها 1500 رأس نووية كانت في طور التجهيز لإتلافها، و2889 رأساً مخزنة، و1588 رأساً موضوعاً في المناوبة القتالية الفعلية. الرؤوس المخزنة يمكن استخدامها نظرياً عبر وسائط قتالية تقليدية، وهو ما يمكن الإشارة إليه بمصطلح الأسلحة النووية التكتيكية. يشير هذا المصطلح إلى الأسلحة النووية قصيرة المدى، بما في ذلك الصواريخ والذخائر والوسائط التي يقل مداها عن 500 كيلومتر. تتسم أغلب الأسلحة التي تنضوي تحت هذا التصنيف في أن وسائط إطلاقها تستخدم في الأساس لتنفيذ هجمات بذخائر تقليدية غير نووية. مدافع الشيطان النووية. شهد الميدان الأوكراني فعلياً استخداماً لوسائط قتالية تستطيع إطلاق ذخائر وشحنات نووية، وهو ما يجعل إمكانية استخدام السلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا رهناً بتغيير الذخائر المستخدمة من تقليدية إلى نووية فقط. المثال الأول من أمثلة هذه الوسائط هو مدفعية الميدان، فقد استخدمت موسكو وكييف خلال العمليات العسكرية ثلاثة أنواع من المدفعية التي تمتلك القدرة على إطلاق قذائف ذات شحنات نووية تكتيكية تتراوح قدرتها بين 2-4 كيلوطن. النوع الأول هو المدفعية الثقيلة ذاتية الحركة من عيار 203 ملم مالكا. هذا النوع يعد نسخة مطورة ظهرت في منتصف ثمانينيات القرن الماضي من المدفع ذاتي الحركة بايون، ويقترب مداها الأقصى إلى 50 كيلومتراً، وتعد من أكبر أنواع المدفعية الذاتية الحركة من حيث المدى في الترسانة الروسية. هذا النوع من المدافع البعيدة المدى كان نتيجة مساع سوفيتية لإنتاج مدافع قادرة على إطلاق قذائف نووية تكتيكية، وقد تم تحديث الترسانة الروسية من هذه المدافع بحلول العام 2019، وهي تستطيع إطلاق قذائف نووية من نوع 3BV2 يصل مداها الأقصى إلى 30 كيلومتراً فقط. قذائف توليبان النووية. الخيار الثاني لاستخدام قذائف الجحيم النووية من خلال مدفع الهاون الثقيل توليبان صاحب عيار 240 ملم، والذي بدأ إنتاجه أيضا في منتصف سبعينيات القرن الماضي، ويتراوح مداه الأقصى بين 10-20 كيلومترا بحسب الذخيرة المستخدمة، ويمتلك القدرة أيضا على إطلاق القذائف النووية التكتيكية، حيث خصصت له قذائف هون من نوع 3BV4 يصل مداها الأقصى إلى 18 كيلومترا. أما النوع الثالث فهو مدفع الهاون الثقيل جاتسانت صاحب عيار 152 ملم، والذي بدأ تصنيعه أيضا في سبعينيات القرن الماضي، ويستطيع إطلاق قذائف نووية من نوع 4BV3 تبلغ قدرتها 1 كيلوطن ويصل مداها إلى 18 كيلومترا. والجدير بالذكر أن هذا النوع من القذائف يصلح أيضا للإطلاق من مدافع الميدان والمدافع الذاتية الحركة الروسية من عيار 152 ملم مثل مدفع دي 20 ومدفع ماستا ذاتي الحركة، وقد تم استخدام هذه الأنواع أيضا في الميدان الأوكراني. السلاح المفضل لدى بوتين. صواريخ باليستية قصيرة المدى وهي المفضلة لدى قيصر الكرملين، ومن أكثر الأسلحة التي يمكن استخدامها في مهام نووية تكتيكية. وقد استخدم الجيش الروسي خلال العمليات العسكرية الحالية نوعين من أنواع الصواريخ الباليستية التكتيكية القادرة على حمل رؤوس نووية. الأول هو صواريخ توشكا التي استخدمتها أوكرانيا أيضاً، وهي صواريخ يمكن تزويدها برأس نووية تبلغ قدرته 100 كيلوطن، ويمكن إيصاله إلى مدى يصل إلى 200 كيلومتر. النوع الثاني استخدمه الجيش الروسي حصراً، وهو الصاروخ التكتيكي إسكندر إم الذي يصل مداه إلى 500 كيلومتر، وتصل سرعته إلى 7 أضعاف سرعة الصوت، ويمكن تحمله برأس حربي نووية تتراوح زنته بين 55 كيلوطن. وللمفارقة استخدمت موسكو كلا النوعين انطلاقا من غرب روسيا، وهي تحتفظ أيضا في إقليم كالينغراد بعدة بطاريات من صواريخ إسكندر إم.
رؤوس الموت الطائرة. هذا النوع من الأسلحة يتعلق بسلاح الجو، فقد استخدم الجيش الروسي خلال العمليات في أوكرانيا عدة أنواع من الطائرات القادرة على تنفيذ ضربات نووية تكتيكية، مثل القاذفات الاستراتيجية TU-22 وقاذفات سوخوي-24 وسوخوي-34. وتستطيع هذه الأنواع إطلاق عدد من أنواع الصواريخ التي توجد منها نسخ ذات رؤوس نووية، منها الصاروخ المضاد لسفن خا-22 الذي تم تسجيل استخدامه في المعارك الحالية في أوكرانيا بنسخته التقليدية. ولدى الجيش الروسي نسختين من هذا الصاروخ تحملان قدرات نووية. الأولى تم تسميتها خا-22N، زودت برأس نووي زينته تتراوح بين 350 و1000 كيلوطن، والثانية هي الأحدث وسميت خا-32، وهي مزودة في الأساس برأس حربي تقليدي، لكن يمكن استبدال رأس حربي نووي به. ويبلغ مدى هذا الصاروخ الذي يمكن إطلاقه من قاذفة TU-22 نحو 1000 كيلومتر، وتصل سرعته إلى 5 أضعاف سرعة الصوت. وهناك نوع آخر هو الصاروخ المضاد لسفن خا-35 الذي يمكن إطلاقه من القاذفات أو منظومات الدفاع الساحلي بال، وقد تم رصد استخدام النسخة التقليدية منه التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر في أوكرانيا. ويوجد من هذا النوع نسخة ذات رأس حربي نووي تسمى خا-37، بالإضافة للصاروخ الجوال ذو الرأس النووي خا-102، وهو يعد أحد تطويرات صواريخ خا-55 الجوالة. وقد دخل هذا التطوير الخدمة في العام 2012، وهو يتسلح عادة برأس حربي تقليدي زينته 450 كيلوغراماً، لكن يمكن تزويده برأس حربي نووي قدرته التدميرية تصل إلى 250 كيلوطن. والجدير بالذكر أن النسخة التقليدية من هذا الصاروخ المسماة خا-101 تم تسجيل استخدامها في أوكرانيا. قاتل أوكرانيا. بالإضافة لما ذكرناه سابقاً، استخدم الجيش الروسي نوعين من أحدث أنواع الصواريخ التي يمتلكها في ترسانته. الأول هو أحد أهم الصواريخ التي تم استخدامها في أوكرانيا حتى الآن، وهو الصاروخ الجوال كاليبر الذي يطلق من كل المنصات جواً وبحراً وبراً. يعتقد أن النسخة الأحدث منه يمكن أن تحمل رأساً نووياً تتراوح زينته بين 400 و500 كيلوطن، ويصل مداها إلى 2500 كيلومتر. السلاح الثاني هو صواريخ كينجال الفرط صوتية، والتي دخلت الخدمة في أواخر العام 2017، وتم استخدامها قتالياً في أوكرانيا للمرة الأولى في آذار مارس الماضي. يبلغ مدى هذا النوع من الصواريخ 2000 كيلومتر، وتصل سرعتها القصوى إلى 10 ماخ، وتمتلك القدرة على حمل رؤوس نووية تتراوح زينتها بين 100 و500 كيلوطن. وفي النهاية يمكن القول بأن موسكو تحاصر أوكرانيا بعدة وسائط نووية جاهزة وسهلة يمكن استخدامها بشكل لا يعطي الولايات المتحدة الأمريكية الفرصة أو الحجة لاستخدام أسلحتها النووية الاستراتيجية. ونحو 150 قنبلة نووية من نوع B-61 مخزنة في مطارات دول حلف الناتو مثل بلجيكا وهولندا وإيطاليا. رغم هذا الواقع، فإن استخدام مثل هذه الأسلحة في نطاق قريب من الحدود الروسية وفي ظل وجود الوحدات العسكرية الروسية في شرق أوكرانيا وجنوبها ينطوي على مخاطر عدة في حال استخدام سلاح نووي تكتيكي، ناهيك بعدم وجود حاجة ميدانية عاجلة لاستخدام هذا النوع من الأسلحة. وبغض النظر عن هذا الأمر، يمكن القول إن الميدان الأوكراني دشن مرحلة الأسلحة النووية التكتيكية التي توجد حالياً في إقليم كالينغراد، وتقع منصات إطلاقها بكثافة في عدة جبهات أوكرانية. وربما تغري تكلفة هذه الأسلحة الزهيدة مقارنة بالأسلحة النووية الاستراتيجية موسكو في أن تنشر مثل هذه الأسلحة التكتيكية في دول أخرى مثل فنزويلا أو حتى كوبا، وهو ما يدخل التسليح النووي حول العالم في مرحلة جديدة كلياً. وفي نهاية الفيديو عزيزي المشاهد، برأيك هل ستشهد الأراضي الأوكرانية حرباً نووية من نوع آخر؟ وأي من الأسلحة التي ذكرناها سيستخدمها القيصر بوتين؟